بس احنا عايزين نروح بقى، لان انا هاخد من كلامك للاسف هروح لازمه شويه. لا هي فعلا احنا اتكلمنا عنها امبارح سريعا، بس هي مرتبطه بالكلام اللي انت بتقوله، وهي تضارب فكره يا كريم المواعيد. مواعيد هنا بنتكلم امم افريقيا وكاس العالم للانديه، واعتقد دي ازمه مش بسيطه ابدا. ليه؟ لان احنا عندنا تقريبا حوالي 7 أو 8 لعيبه دوليه، سواء بنتكلم عربيا او افريقيا، هيشاركوا مع منتخباتهم في امم افريقيا. وزي ما اتكلمنا تضارب المواعيد دي هي اعتقد يعني البعض وصفها باستهانة بالقارة كلها ومسابقاتها. يعني ما اعتقدش ان احنا عمرنا كريم ممكن نشوف ده بيحصل مع البطولة الأوروبية نهائيا، ولا حصل ولا هيحصل. فكلامنا برضو أثناء الفقرة الحوارية أكيد هنركز فيه على ده، وهنتكلم برضو عن قرعة دوري أبطال أوروبا اللي هتقام النهاردة الساعة 12 الظهر تقريبا. فكل الناس أكيد بدأت كمان تتوقع الصدمات المحتملة، يعني ممكن نلاقي في النقطة دي كمان باريس سان جيرمان بيواجه مان يونايتد أو يوفنتوس أو ليفربول، يعني ممكن نلاقي برضو تشيلسي اللي هو حامل اللقب في مواجهة مع ريال مدريد، أياكس، البايرن، ده كله هيكون أعتقد صدام ناري جدا. فهنتابع ونكمل مع حضراتكم كلامنا في الفقرة الحوارية وبشكل أكثر تفصيلا، لان ده ملف ما تهيأليش ان هو ممكن الاستهانه بيه، لا ده ملف في غايه الاهميه. فنتابع تفاصيله ان شاء الله. طيب.